أنا حسن سبايلة وأنا رانيا إسماعيل من الأردن من قلعة الكرك الأبية. راح نشارك بمهرجان ابن بطوطة في مدينة طنجة السياحية في المغرب. طبعاً راح يكون من 9 ل 12 نوفمبر وراح يكون تحت شعار الرحالة هم سفراء السلام لنشر المحبة والسلام والتسامح. راح نشارك في هذه المسرحية اسمها إنعام على الباب مع زعل وخطرة وهي دعوة إلى السلام. ليش السلام؟ لأنه ابن بطوطة هو سفير السلام. نعم. راح نشارك في مهرجان شو اسمه؟ ابن بطوطة. مش سامع شو اسمه؟ ابن بطوطة. مبروك.